السلام عليكم ورحمة الله، أنا أعطيكم ألف عافية. نكمل محاضراتنا في الشابتر الجديد بعد نصف الفصل عن الريسيرش ديزاين. تذكير سريع بس باللي أخذنا، إحنا أخذنا طبعا مقدمة عن شو يعني الريسيرش ديزاين، أعطيناكم مثلا بعض الكونسبتس المفاهيم اللي لازم إحنا ناخذها بعين الاعتبار. النقطة المهمة في الموضوع أنه الريسيرش ديزاين يعني اللي بكرة كمان شوي حنيجي عليها، يعني هي محدودة كتير. وقلنا لكم إحنا نقطة مهمة كتير، أنه كتير مشاكل صحية أو كتير مشاكل بحثية تتشابه مثلا طريقة حل المشكلة هذه، وضربت لكم مثال يعني كل الطرق تؤدي إلى روما. كتير مشاكل بحثية تتشابه في طرق حلها أو طرق الديزاين ممكن استخدامه، لكن الآن الباحث الشاطر هو اللي بيعرف يختار the correct and the right research design عشان يقلل limitation، عشان يقلل criticism، عشان يكون البحث أكثر reliable and more robust finding. قلنا أيضا الريسيرش ديزاين هو الاستراتيجية تحتك عشان اللي أنت بدك تختارها تحدد لك how to collect data. طبعا البحث زي ما حكينا كله مرتبط بالمرحلة الأولى وهي تتعلق بصياغة الأهداف، الهدف العام والأهداف الفرعية. احنا بنختار الريسيرش ديزاين حسب الأهداف اللي احنا حاطينها، وقلنا بناء على الأهداف بختار الرايت اند كوركت ديزاين. طيب بخصوص الـ types of studies، الآن بالنسبة للـ qualitative والـ quantitative خلينا نتفق أنه نسميهن types وليس design، لأنه تحت كل نوع من هدول في designs، يعني في الـ quantitative في designs وفي الـ qualitative في designs. فخلينا نتفق إذا هو مكتوب عندكم design أو options design، لا بدنا نغيره لـ types of studies. فبنقول عندي two types of studies، qualitative study و quantitative study. تمام. الآن وقلنا الغرض من ال quantitative اللي هي measurement، وفي ال measurement أنا عادة بستخدم إيش؟ أرقام. أنا بتعامل مع أرقام، بتعامل مع إحصائيات. في ال qualitative الغرض منه understanding، in depth understanding. وقلنا هذا بتعلق مثلا بالsocial phenomena، ببعض ال rare cases مثلا، تتعلق بvalues، بthoughts، بperspectives. يعني طرحت لكم مثال أنا وقلت لكم مثلا لو بني أدرس لما جبت لكم سيرة مثلا القبيلة اللي في السودان ما بيأخذوش مثلا دم، طيب والمرضى اللي عندهم بيموتوا. الآن أنا حبيت أفهم ليش هذول ما بيأخذوا دم، يعني إيش المعنى، ما وراء هذه العقيدة وما وراء هذا القرار إنهم ما بيأخذوش دم blood transfusion أقصد في ذلك. طبعاً أن أتجه باتجاه الكوانتيتيف والميجرمنت يعني هذا غير منطقي، فأفضل حاجة أن أروح باتجاه بسموها الأندرستاندينج، إن ديبث أندرستاندينج، الفهم المعمق لدائماً لماذا. وقلنا لكم في الكوانتيتيف دائماً الأسئلة بستخدمها why، أسئلة بس في الكواليتيتيف how what وكذلك. تمام. إذن عندي two types of studies، quantitative studies و qualitative studies. خلينا نراجع هذه الرسمة، وهذه هي تقريبا هذه مجمل يعني المحاضرات التالية اللاحقة حتركز عليها. قلنا في عندي two types of studies، quantitative و qualitative. احنا مش حنركز حاليا على qualitative، خلينا ما قلنا انه كل اللي جاي لاحقا حيجي بعديها حيكون مركز على the quantitative study. في the quantitative study زي ما انتم ملاحظين في عندي two designs، اما بسميها intervention او observation أو observational. اذا اما عندي في the quantitative اما عندي observational او interventional. الان ممكن اسميها كمان نفس الشيء interventional او non-interventional، ممكن اسميها experimental أو non experimental. إذا الموضوع إذا observational يعادلها non interventional،
ويعادلها non experimental. interventional وأيضا يعادلها experimental. تمام. بالنسبة لل observational في عندي two types of design. إذا أنا بدي أعمل comparison بين variables بين ال variables بروح باتجاه ال analytical. إذا ما بدي أعمل comparison بين variables بس بدي أوصف وصف بس وصف يعني بقول مثلا 30% يعانون 40% يشكون 50% لديهم أمراض مزمنة 20% يقطنون في قطاع غزة 30% من السكان الفلسطينيين خارج قطاع غزة هو عبارة عن وصف ما فيها مقارنات. إذا ما في مقارنات بروح باتجاه descriptive study. وفي descriptive study أو descriptive design في عندي designs محددات مثلا case report, case studies, case series, عندي cross sectional, prevalence, incidence studies وهكذا. إذا بدي أعمل comparison بروح باتجاه الاناليتيكال بسميها analytical studies أو analytical design. من أمثلتها الأمثلة المشهورة اللي احنا حنغطيها cohort study أو cohort design and case control design أو case control studies. طبعا المكتوب هنا في البوكس انت احنا ركزوا احنا خلينا فقط نركز على ما هو انا اللي بغطي فيها. يعني في الديسكريبتيف حنغطي كيس ستدي والبريفالانس وكروس سكشنال بس كويس انكم تعرفوا من مثلا امثله الديزاين في الديسكريبتيف ستدي كيس ريبورت كيس سيريز بريفالانس انسيدنس ستديز كروس سكشنال سيرفيز وما شابه. بس احنا حنغطي طبعا حاجات يعني سيلكتيف منها. في الاناليتيكال احنا حنغطي الكوهوت والكيس كنترول لكن برضو كويس تعرفوا انه في حاجات تانية من ديزاينز في الاناليتيكال ستاديز او اناليتيكال ديزاين زي سنسيتيفيتي اند سبيسيفيسيتي الريسك اوتكم ستادي وما شابه. طيب في الانترفنشنال الناحية الاخرى في عندي او الاكسبيرمنتال زي ما سميناها في عندي ترو اكسبيرمنتال وكازي اكسبيرمنتال. ايش الفرق بيناتهم؟ طبعا الفرق بيناتهم بيعتمد حسب بسموها توزيع او الالوكيشن اوف بارتيسيبنت حنجي عليها لاحقا اذا كان راندوم او نون راندومايز. الان هذا حطوه على جنب. خلينا نبدا فيما يخص الاوبزرفيشنال ستاديز او سميناها نون اكسبيرمنتال ستاديز او نون انترفنشنال ستاديز. اذا زي ما حكينا في عندي experimental studies, quantitative studies أو quantitative part, عندي experimental studies وعندي descriptive and analytical studies وسميناها non-interventional. تمام؟ experimental يعني في تجخلات في تجارب هاي معناها. طيب شو معنى quantitative method؟ احنا قلنا في عندي two types of studies quantitative و qualitative. احنا بنحكي في scientific researches. تمام؟ يعني فيما يخص التمريض وهذا كمان ينطبق على باقي العلوم تقريبا. يعني the quantitative method أو quantitative study the quantitative method search for the quantifiable or measurement data. إذا أنا بتعامل مع معطيات رقمية هذه كويس كنت تحفظوها تعرفوها. أنا أتعامل مع معطيات رقمية للقياس للتقييم. تمام. الآن وتعامل مع إيش؟ مع variables. تعامل مع variables. ال variables هذه أنا الطريقة طبعاً طريقة التعامل معها هو عن طريق الأرقام. مثلاً لما أقول أنا بدي أشوف the quality of life للأطفال عفواً quality of life مثلاً للإلدرلي اللي عايشين في قطاع غزة. كيف بدي أنا أصل للنتيجة هذا الـ variable الـ dependent variable كيف أنا بدي أوصفه كيف أنا بدي أبرزه؟ أنا حبرزه في الآخر من خلال أرقام. كيف؟ بكون عندي tool مثلا عندي أداة. الأداة هذه طبعا تقيس quality of life تبع الـ elderly وفي الآخر بطلع بقول بناء على السكيل اللي استخدمته الـ quality of life تاعتهم good very good poor moderate. طبعا كلمة poor و moderate هذه حسب الأرقام. يعني إذا أنا لقيت quality of life تاعتهم 80% فهذا مثلا نسميه very good. إذا لقيت quality of life تاعتهم مثلا 60% هذا بقول moderate. إذا لقيت quality of life تاعتهم مثلا 30% بقول poor. إذا
أنا في الـ quantitative method بتعامل مع داتا إيش؟ رقمية. بتعامل مع داتا رقمية. طيب. بالنسبة للـ advantage، الـ advantage بالنسبة للـ quantitative part طبعا هي النمط العلمي السائد، يعني أغلب العلوم تتعامل مع أرقام. إلا في جوانب أخرى مثلا من العلوم الاجتماعية وبعض العلوم الصحية التي تلزم مثلا استخدام الـ qualitative part. لكن هو النمط السائد هي الكوانتيتيف ميثود، يعني اغلب العلوم تتعامل مع الاعداد والارقام. تمام، حسب طبعا الان طبعا لما نقول كوانتيتيف معناته انا عندي ستاندرد وعندي بروسيجرز ستاندرد جايد لاينز وعندي مثلا محددات مثلا ساينتفك علميه بتبعها عشان ايش؟ عشان امنع البايز او امنع اقلل الليميتيشنز بتاعت الستدي عشان احصل على فايندنجز مور روبوست اند مور فاليد. بالنسبه للديس ادفانتج تاعتها، اهم حاجه في الديس ادفانتج انها ما بتتعامل مع بعض الفينومينال او الظواهر الاجتماعيه، ما بتقدر انها تعمل لي مثلا يسموها كوانتيفايبل للفاليوز اند بيليفز. كيف يعني؟ يعني لما جبنا سيرة مثلا القبيلة في السودان، ما بينفع أقول والله 30% لا يؤمنون بإعطاء الدم، 50% يؤمنون بإعطاء مثلا أنه يتبرعوا بدمهم لكن تحت ظروف. القيم الاجتماعية والأفكار الاجتماعية والبيليفز هذه الصحيح ما بتتناسب معها الطريقة quantitative part at all. ايضا البرسبشن زي ما حكينا، بعض البرسبشنز اللي هي المعتقدات ما يمكن برضو انها يعني اذا قلنا بعض المعتقدات البرسبشنز لا يمكن اظهارها، لانه الحل الوحيد والامثل لها اللي هو اتجاه الكواليتيتيف، انك انت تقعد مثلا مع الشخص. مثلا خلينا نرجع لمثال قبيله السودان في السودان، هذول انك تقعد مع القبائل هذول او الاشخاص هذول وتحاول تستخرج من عندهم لماذا مثلا ما بيعطوش، بدك تفهم افكارهم، تفهم معتقداتهم، تفهم البرسبشن ساعتهم ماذا يدور، ربما هم على حق، ربما على غلط، على باطل. لكن الطريقه الصح اذا قلنا فيما يخص السوشيال فينومينز، بعض الفاليوز، بعض البليف، بعض البرسبكتيفز، هذه لا يمكن كوانتيتيف بارت كانوت ريفليكت ات اول. اذا كمان مرة نرجع، هذه التقسيمة اللي احنا عرضناها الموجودة حاليا هي نفسها اللي انا عرضتها هنا. الان احنا حناخذ الجانب الـ observational part في الـ quantitative study اللي تنقسم الى descriptive و analytical، هي نفسها طبعا. اذا قلنا في الـ quantitative part في عندي descriptive study طبعا هذا و analytical study. هذا ايش بسموه هذول الاثنين؟ هذا بسموها non-interventional أو بنسميها observational أو non-experimental. هذه الديزاين هذا اسمه experimental أو interventional design أو interventional study. إذن في الديسكريبتيف عندي أهم أشهر اثنين اللي هي case study و cross-sectional study. وأيضا نعطي أمثلة أخرى في الديسكريبتيف، قلنا prevalence study, case series و case report. في الاكسبلوراتوري أو analytical عندي أهم اثنين مشهورات هما cohort study و case control study. في الاكسبرمنتال حناخد true experimental و quasi experimental، وحنحكي لاحقا ما هو الفرق إن شاء الله. إذا قلنا في الديسكريبتيف، من descriptive research أو descriptive design أو descriptive study طبعا الدراسة التي تبنى على التوصيف، هي فقط تستخدم للتوصيف. مثلا إذا أنا دراستي بدي أشوف characteristics of type of the characteristics of patients with diabetic foot، مين هم الأشخاص اللي عندهم diabetic foot وشو هي complications، أو شو هي complications مثلا المرتبطة بdiabetes mellitus عند الناس عندهم type 2 diabetes mellitus. بقول مثلا كبحث وصفي كالتالي، أنه أنا طبعا اعتمد على الفاريبلز ديبندنت والاندبندنت. بقول مثلا هيك 30% مثلا من مرضى تايب 2 دايبيتس ميليتس عندهم مايكروفاسكولار نيوروباثي، مايكروفاسكولار ديزيزز، 25% وجد عندهم نيوروباثي،
15%، عندهم مثلا نيفروباثي 33%، وجدنا عندهم مثلا اكيوت اون توب كرونيك ديزيزز. الايج جروب مثلا فوق ال 40 سنه هم اكثر الناس عندهم نيفروباثي مقارنه زي هيك. يعني عباره كلها عن وصف باستخدام الارقام. اذا في الديسكريبتيف الانفستيجيتور اللي هو الريسيرشرز اتمت تو ديسكرايب ا جروب اوف انديفيديوالز اندر ستدي based on a set of variables or characteristics. إذا بناء على الـ variables أنت حطيتها في دراستك هي تستخدمها لوصف مثلا حالة الـ participants أو الـ الأشخاص المشاركين في الدراسة. من بين الميثودز المستخدمة survey, research, case studies قلنا والqualitative طبعا برضو نفس الشيء احنا مش هنيجي عليها. يعني احيانا في الكواليتيتيف برضو في الكواليتيتيف ستدي بستخدم ديسكريبتيف يعني كعرض للنتائج، عرض توصيفي للنتائج. طيب هذه نفس المخطط اللي احنا اخذناه قبل هيك اللي بدهم يرجع للستدي اللي هي اوبزرفيشنال ستدي. قلنا فيها اوبزرفيشنال ستديز واكسبيرمنتال ستديز. في الاوبزرفيشنال لاحظوا من الشمال descriptive, ecological, cross-sectional, case control, cohort. طبعا اول ثلاثة اللي هذه تسمى descriptive study، تسمى كلها descriptive designs، كلها cross-sectional و descriptive، والغرض منها distribution، وصف distribution of disease. لما نتكلم عن disease احنا بس عبارة عن وصف. case control cohort هذول analytical وطبعا بالإضافة لأنها مفيدة في الـ distribution of disease أيضاً بتعطيني حاجة اسمها تعمل testing the hypothesis من حيث أنه ممكن تعمل predicting the cause of diseases. ولاحظوا السهم أنتم بطلعين من الشمال للشمال ورايح باتجاه اليمين، هذا إن دل يدل على أنه كلما كانت طبعاً الدراسة تدل أنه case control study أقوى كديزاين ومن حيث النتائج أكثر روبوست وأكثر اعتماداً وأكثر وثوقاً مثلاً من الديسكريبتيف ستدي. الإكسبيرمنتال ستديز النتائج تاعتها أكثر وثوقاً من الكوهورت ستديز. الآن انتبهوا لها النقطة هذه، بعطيكم أنا الآن ترتيب للديزاينز من حيث القوة. لما أقول من حيث القوة معناته النتائج المنبثق عليها أيضاً يعني ينطبق عليها هذا الكلام. كيف؟ من افضل واقوى انواع الدراسات بنتكلم على الميتا اناليسيس ستدي، يليها سيستماتيك ريفيو ستدي، يليها راندومايز كنترول ترايل ستديز، يليها نون راندومايز كنترول ترايلز، يليها كوهورت ستدي، يليها كيس كنترول ستدي، وهكذا. ثم cross sectional ف descriptive design ف case study case series ف case study. الآن إذا أفضل أنواع الدراسات من حيث القوة الديزاين بقابلها نتائج أكثر وثوقا وأكثر اعتمادا. يعني لما تقارني مثلا experimental study ب cross sectional study، لا فعلا النتائج المنبثقة من كل experimental أقوى وأفضل وأكثر اعتمادا. خلينا نرجع للترتيب كمان مرة. ترتيب الديزاين حسب الأفضلية وحسب قوة الديزاين طبعا ينطبق أو ينبثق منه أن النتائج المرتبطة بها أو المنبثقة منه أكثر إيش؟ أكثر validity وأكثر قوة أكثر وثوقا. نبدأ meta analysis study systematic review. الآن randomized control trial ونن راندومايز كنترول ترايل، وهذول التنين راندومايز ونن راندومايز هذول types of experimental studies. إذن ويليهم بعدين cohort studies والcase controls وبعدين cross-sectional وهكذا. طيب الآن نبدأ بالdescriptive research. عندي two types أهم حاجة أهمهم، case studies و cross-sectional والprevalence study. تمام؟
ونبدأ نحكي على كل واحد منهم. الكيس ستادي ممكن نسميه كيس ستادي ديزاين أو كيس ستادي لحال. هذه أنا بعمل غالبا إما بتكون individual يعني one individual أو ممكن يكون an institutional institution يعني ممكن تكون مؤسسة أو مدرسة. كيف يعني؟ لما مثلا بدي أنا أحكي على تجربة مثلا التعامل مع جائحة كوفيد في النظام الصحي الفلسطيني وباخذ تجربة واحدة بسميها بقول مثلا تجربة مستشفى شهداء الأقصى. أنا فعليا في النظام الصحي أنا عندي وزارة الصحة إلى 13 مستشفى وعندك حوالي 40 عيادة، لكن أنا اخترت مثلا مستشفى شهداء الأقصى كنموذج أو كحالة. شوف كيف كحالة، إذا دراسة حالة، الحالة لا تعني one person، هي ممكن تأخذ one person، يعني تعرف أرجيك مثلا مثال على ذلك، لكن لا تعني فقط one person أو one individual، لكن كلمة حالة ممكن تكون one individual one إيش institution أو one school. يعني مثلا بدي أشوف مثلا تطبيق التفكير الإبداعي في مدارس التربية والتعليم، أخذت مثلا مدرسة حفصة بنت وهب كنموذجا وكدراسة حالة. إذا من كل المدارس الموجودة في قطاع غزة أنا بدي أشوف موضوع التفكير الإبداعي أو تطبيقه في المدرسة، أخذت مثلا دراسة حالة، أخذت حالة واحدة أو مدرسة تمثل كحالة واحدة، تمثل نموذجا وتمثل حالة عشان أدرسها. طبعا في المدرسة جوا في عندنا حوالي 400 أستاذ، 30 أستاذ و400 طفل، لكن أنا اخترت لما أقول one study case، لما أقول case study دراسة حالة، لا أعني فيها شخص واحد، وإنما أعني فيها يكون شخص واحد وأعني فيها مؤسسة أو مدرسة أو مستشفى أو رعاية أو ما شابه أو أسرة وما شابه. تمام؟ طيب الحلو في الكيس ستادي إنها ممكن تستخدم للرير كيسز، عندي حفرجيكو مثلا مثال على ذلك. عندي مصطلح اسمه case series. case study is one case. case study is one case. case series هي مجموعة الكيسز، مجموعة الحالات التي تتشابه في ايش؟ في الخصائص. يعني مثلا لما ندخل على الأمراض مثلا، بدي أنا عامل دراسة على case series على patients with type 2 diabetes mellitus. كيف يعني؟ بقول مثلا أنا بدي أشوف تتبع مثلا الشباب اللي عمارهم من 30 إلى 35 سنة اللي عندهم type 2 diabetes mellitus وأشوف إيش الكومون كومبليكيشن تاعتهم. إذا أنا أخذت many cases يتشابهون في نفس الإيش الخصائص، عندهم يسموها cohort، يتشابهون في نفس الخصائص وبتبعهم case series، إذا متابعة مجموعة من الحالات تتشابه في خصائص واحدة. كمان مرة case study doesn't mean only individual, it means also مثلا institution, school, family أو ما شابه. ماشي الحال؟ أعطيتكم مثال على ذلك. هاي مثال. شوف مثال لكيس ستادي. العنوان بيقول improvements in health parameters for a diabetic and hypertensive patient with only 40 minutes of exercise per week. هذه كيس ستادي. هذه دراسة عن سيدة عمرها 67 سنة. السيدة هذه عندها مشكلة هارت فيلر وتعرضت كأنه أعتقد لجلطة وعملت قبل هيك 6 مرات قسطرة قلبية وما شابه. الآن الدراسة اللي عملها أنه بيطبق عليها يعمل أظن تريننج لمدة يعني هاي مكتوب الميثودز patient was sedentary with a family history of heart failure and coronary heart disease. She suffered of heart attack. هذه هي الهيستوري تاعتها. الآن she was initially untrained in resistance training and was followed for 15 weeks with performance of 31 resistance training sessions. إذا هذه السيدة العمرها 67 سنة وعندها مشاكل قبل هيك في الضغط وهارت فيلر وعملت 6 مرات قسطرة قبل هيك. هذه السيدة عرضها لresistance training sessions لحلقات من التدريب. تمام؟ 31 طبعا سيشن وتبعها لمدة 15 أسبوع. طبعا في خلال المتابعة وخلال التمرين بعد 15 أسبوع
خلال 15 اسبوع هذول من المتابعه كان يقيس الهيلث بارامترز. شو هن الهيلث بارامترز؟ اللي هن السكر، مستوى السكر ومستوى الضغط والهارت ريت والفيزيكال كاباسيتي والكواليتي اوف لايف. هذول الخمسه كان يقيسن على مدار ال 15 اسبوع. لأن السيده عرضها ل 31 شو اسمه تريننج سيشنز، تمام؟ فبدي اشوف اذا هو اختار الدراسه على حاله واحده على وان انديفيديوال. هذا مثال اخر، راديولوجي ديبارتمنت بيرفورمانس كيس ستدي اوف سيتي سكان ات سحلول هوسبيتال. الان هذا الدراسه انعملت في مستشفى سحلول في تونس. في تونس هو طبعا تونس كبيره ما شاء الله، يمكن فيها حوالي 40 مستشفى او 50 مستشفى. هو اختار بده يشوف اداء قسم الاشعه في مستشفى سحلول، اداء قسم الاشعه في مستشفى، هو بده يشوف اداء قسم الاشعه. الان تونس في قلنا فيها حوالي 40 50 مستشفى وكل مستشفى فيها قسم اشعه. هو اختار مستشفى سحلول من بين كل المستشفيات وراح على قسم السي تي سكان ويدي يشوف كيف الاداء هناك كدراسة حالة. الآن طبعاً لما نيجي حنيجي لاحقاً على strength and weaknesses، أنا فرجيتكم هذه الرسمة وقلت لكم إذا يعني دائماً تذكروها، قوة الدراسة متفاوتة جداً. وليش احنا قلنا انه الاكسبيرمنتال افضل واقوى وحتى نتائج موثوقه اكثر واعتمد اكثر مثلا من الديسكربتيف من الكيس ستدي؟ حنرجع بناء على سترينث اند ويكنسز او ليميتيشنز. اذا زي ما قلنا هو هذه الدراسه بدها تنعمل نشوف الراديولوجي ديبارتمنت بيرفورمانس. هو راح يختار مستشفى السي تي سكان تاع مستشفى سحلول من بين كل المستشفيات اللي في تونس، اخذها كدراسه حاله. اذا كيس ستدي could be one individual, could be one school, one institution, أو family حتى, أو even حتى community. ماشي؟ هاي هذه كيس مثلا. هذا partial trisomic chromosome 13 with the novel translocation 8-3. Unique clinical presentation in a Palestinian infant. هذه الدراسة أنا شاركت فيها. والدراسة هذه وصف لحالة عندها Patau syndrome أو partial Patau syndrome. بنوصف فيها لحالة طفل ولد بتشوه خلقي بسموه congenital anomaly اسمه باتاو أو partially باتاو، كان جزئي عنده. طبعا في الدراسة وصفنا الطفل كيف انولد وإيش كان تحليله والكلينيكال examination تاعته إيش بيانات، وفي الشهر الأول إيش صار معاه وفي الشهر الثاني إيش صار معاه وتحول وإيش عملوا له، والشهر الثالث إيش كشف معاه، في الشهر الرابع دخل عناية مركزة، في الشهر الخامس إيش صار معاه كذا. فإحنا عمالنا بندرس حالة الطفل هذه الإيش. وللعلم الكيس ستدي أيضا زي ما قلت لكم بتنفع للرير كيسز، وهذه من بين الرير كيسز، هذه من بين الرير كيسز. يعني أنا لما نيجي على الرير كيسز الاكسبيرمنتال ستدي ممكن ما تنفعش، عشان قلت لكم من البدايه حسب الهدف الواحد بيختار الديزاين تبعه. هو صحيح الاكسبيرمنتال اقوى وافضل واكثر اعتمادا واكثر وثوقا، لكن في حالات زي هيك الرير كيسز ما بينفع. فافضل حاجه كيس ستديز. ماشي الحال؟ اذا من البدايه بنعرف نختار الديزاين الصحيح. هذا مثال لكيفية كتابة كيس ستدي مثلا، اقرأوها. طيب ايش قلنا اهم الويكنس تاعتها، اهم ويكنس للكيس ستديز ديزاين اللي هو ما فيش جنراليزيشن. شو يعني؟ يعني مثال لو انا جيت للدراسة هذه وعمالي بدي اشوف مثلا اداء قسم الاشعة في تونس، واخذ دراسه عن مثلا السي تي سكان اللي في مستشفى سحلول، والله لقيته ممتاز او لقيته عاطل تماما، اداء قسم الاشعه عاطل تماما او لقيته ممتاز. السؤال هل انا بقدر اعمم النتيجه هذه على كل اقسام الاشعه اللي في مستشفيات تونس واقول اذا طلع معي ممتاز بقول كله ممتاز، واذا طلع معي عاطل بقول كله عاطل؟ لا للاسف. اذا الكيس ستدي النتيجه فقط تطبق وتعمم على صاحبها. يعني اذا الدراسه هذه كانت، يعني هاي الريزلت مثلا التوتال اوف 1000، هاي الدراسه هي هنا مكتوبه، هنا
التوتال 1141 سيتي سكان ريكوست فورم وير انكلودد ان ذا ستدي. 197% were from Sahloul Hospital Department, particularly from urology. Feeling CT scan application was confirmed only in 25.6% of cases for outpatient clinic. طيب أنا مثلا حسب الدراسة هذه بقول لك 25.6% من إجمالي الريكوست معبية، الفورم معبية، تمام، الفورم معبية. طيب الآن أنا أعتبر أن هذا مش كويس ومش نافع، هل معنى ذلك كل مستشفيات تونس مش نافعة؟ هل معنى ذلك؟ طبعا لا. إذن بالتالي النتائج لا يمكن تعميمها إلا فقط على مين؟ على مكان الدراسة لا أكثر. إذن أهم ويكنس قلنا حكينا limited generalization. الويكنس الأخرى ما فيش control group. شو يعني control group؟ هي حالة واحدة، هي الكيسز أو هي الجروب of under study هذول، سواء individual أو الانستيتيوشن أو السكول أو ما شابه. ما فيش control، ما فيش مجموعات مقارنة زي ما حنيجي لاحقا في الديزاينز القادم. طبعا فيها بايز، يعني أحيانا ممكن يكون يعني السؤال أنه مثلا فرضا أن هذه الدراسة طلعت أنه نتائج ممتازة جدا جدا جدا، طب ربما من البداية إيش يعني بايز؟ قلنا بايز يعني إيش، مفاضلة أو زي مغاوزة يعني، تمام، أو محاباة. ربما أنا بعرف مثلاً إنه الشغل هنا في مستشفى سحلول قسم أشعة ممتاز كتير، فأنا حبيت أبين إنه فعلاً تونس نهضة وفعلاً تونس راقية وخدماتها ممتازة، عشان طلعت النتيجة معي 97% 100% هيك الشغل، عشان أغطي أو أقول إنه والله الشغل عشان أحبب الناس يجوا على تونس وأحبب المجتمع وأعطي صورة واضحة أو صورة جيدة وصورة مبهرة على أداء النظام الصحي ومستشفيات تونس. عشان هيك فيها إيش، فيها ريسك أن يكون في بايز أن كونفاوندد. من السترينغ تاعتها قلنا أنها بتنفع للرير ديزيزز، وأيضا من السترينغ أنها بتعطيك أحيانا بتعطيك enabling إيش، in depth understanding of totality of individuals. زي ما حكينا لما أنا بوصف حالة سواء individual زي البحث اللي فرجيتك إياه، يعني أنا بعطي وصف كامل لإيش، للكيس نفسه. هذه من strength تاعتها، من positive point تاعتها. طبعا إذن أهم limitation في الموضوع في descriptive study اللي هي في case study اللي هي generalization. نيجي على النوع الثاني من الدراسة وهو cross sectional study أو cross sectional design. إذا من cross sectional study هذه types برضو قلنا من descriptive studies، وأيضا تسمى snapshot studies. شو يعني snapshot studies؟ snapshot يعني لمرة واحدة. بتعرف انت الكاميرا الواحد يلتقط صورة كيف snapshot، بتسمع صوت تشك تشك. snapshot يعني لمرة واحدة، one point of time، ما فيها follow up بتاتا. تسمع صوت هذا على الكاميرا اول ما تلتقط الصورة، هذه هي معناها snapshot. اذا هي يعني جمع بيانات لمرة واحدة أو at one point in time، ما فيها follow up بتاتا، ما فيها تتبع. جمع البيانات يكون لمرة واحدة. يعني مثلا أعطيكم مثال، مثلا بدنا ندرس نشوف the quality of life للمرضى اللي بيعملوا hemodialysis. كويس، كيف أنا بدارو؟ أنا طبعا مدام معي الأداة، أداة الدراسة، بروح للمريض وبجمع منه البيانات المتعلقة بالquality of life. جمعتها خلاص ما برجعلوش تاني. إذن at one point of time ما فيها follow up، ما فيها تجميع أكتر من مرة. هذه هي cross sectional snapshot study. إذن research studies a certified group of subjects. شو يعني certified group of subjects؟ يعني طبعا احنا عارفين هذه دراستنا في independent variable في independent variable. في independent variables مثلا بعمل stratification او تقسيم، مثلا للage group مثلا من 20 ل 23، من 50 من 20 ل 30، من 31 ل 40، من 41 ل 50، وهكذا. اذا
بعمل انا بشوف مثلا الاوتكم فاريبلز او الديبندنت فاريبلز بناء على الستراتيفيكيشن اوف ذيس جروب اوف سبجكتس، وبعمل كومباريزون بناء عليها. حنجي ان شاء الله حفرجيكم كيف لاحقا. اهم في الموضوع في الكروس سيكشنال ستاديز انها ايش بتعمل لي describing the variables and distributions. إذا قلنا هي من الدراسات اللي بتعمل اللي ممكن توضح distribution of diseases، ومن أمثلة على ذلك prevalence studies أو incidence studies. تمام؟ يعني مثلا لما بدي أعمل دراسة على prevalence of diabetes mellitus في قطاع غزة، كيف يعني؟ بدي أشوف قديش معدل انتشار السكر في قطاع غزة، بروح في مرة لمرة واحدة ولا مرتين. المهم جمع البيانات يكون ما يكون في فولو اب، ما يكون يعني اكثر من مره، هي عباره عن مره واحده بجمع البيانات من الشخص نفس من ذات الشخص وما برجع له ثاني. فمثلا انا بدي اقيم مثلا قديش معدل انتشار السكر في قطاع غزه، بقول لي مثلا اخذت احنا 2 مليون او مثلا 2 مليون اخذت علينا ريبريزنتيف قول حوالي 10,000 مثلا. ال 10,000 هذول بسحب لهم دم مثلا بعد 8 ساعات صيام، وبعمل لهم مثلا هيموجلوبين A1C وخلص، بسحب حالي وبروح وبسيبهم، وبعدين على الداتا بطلع النتائج اللي انا حصلت عليها حسب التحليل. المهم في الموضوع ان الكروس سيكشنال ستاديز تساهم وتساعد في تحديد الاسوسيشنز بين الفاريبلز بين الديبندنت والاندبندنت. يعني مثلا ما بتحقق لي الكروس سيكشنال كوزال ريليشن شيب. الكوزال ريليشن شيب تحققها دراسات أخرى أو ديزاينز أخرى. الكروس سيكشنز بتحقق لي الأسوسيشنز، ممكن تحدد لي بسموها independent factors associated with، نقول يعني associations أو predictors أو ما شابه. تمام؟ never ever cross sectional study determine causal relationship أو causal link at all. ماشي؟ هاي أعطينا أمثلة مثلا prevalence of diabetes mellitus in Gaza. إذا دراسات البريفالنس أو الإنسيدنس، دراسات البريفالنس، دراسات البريفالنس أفضل ديزاين إلها إيش هو؟ The cross-sectional studies. Nursing satisfaction working in governmental hospital in Gaza Strip. شو أفضل ديزاين إلها؟ طبعاً cross-sectional. ليش؟ أنا بروح مثلاً للتمريض اللي بيشتغل في المستشفيات الحكومية وبجمع منه بيانات مرة واحدة وما برجع له، بخلص جمع البيانات في الآخر بحلل وبطلع وبشوف كيف رضا التمريض اللي بيشتغل في المؤسسات الحكومية. cross-sectional snapshot only at one point of time only once. ماشي الحال؟ بطوق طقة صورة وخلص برجعش أطقها تاني، يعني عشان أطلع صورة أو عشان الصورة تنحفظ في النيجاتيف صورة الوحدة ما بدها طاقتين، طاقة واحدة one click snapshot اسمها. هاي مثال على ذلك. epidemiology and outcomes of hospitalized burn patients، دراسة احنا عملناها في مستشفى في قطاع غزة، وعملنا شفنا ايش المرضى المحروقين، ايش مين هم خصائصهم وايش الاوتكمز بتاعتهم. طبعا كانت الميثودولوجي تاعتنا اللي هي cross sectional retrospective study. طيب هاي دراسه ثانيه اخرى، nurses and physicians attitude toward nurse physician collaboration a survey from Gaza Strip Palestine. اذا ايش رحنا عملنا؟ هذه برضه دراسه انا شاركنا فيها، كانت هذه دراساتي على مستشفى. رحنا على الاطباء وعلى التمريض اللي بيشتغلوا في مستشفيات القطاع، وجمعنا منهم داتا بخصوص نشوف وجهة نظرهم بخصوص nurse physician collaboration. إذا جمعنا منهم لمرة واحدة وخلاص ما رجعنا لهم مش مرة أخرى. طيب هذه دراسة أخرى أيضا شاركت فيها، influence of organizational culture on providers adherence to the diabetic clinical practice guidelines using the competing values framework in Palestinian primary healthcare centers. هذه الدراسة عملت على العاملين في مراكز الرعاية الأولية الحكومية في قطاع غزة، وبدنا نشوف تأثير حاجة اسمها الثقافة التنظيمية على التزام العاملين بالكلينيكال بالدايابيتيك كلينيكال براكتس جايدلاينز. تمام،
طب خلينا بس نراجع موضوع الديبندنت والاندبندنت فاريبلز. العنوان هذا للعلم تأثير organization culture on provider adherence to diabetic clinical practice guidelines. الديبندنت فاريبلز اللي هو اذا هذا influence of x on y. الاندبندنت فاريبلز اللي هي organization culture بتاعت الرعاية الأولية مؤسسة الرعاية الأولية. الديبندنت فاريبلز اللي هي adherence providers adherence to diabetic clinical practice guidelines. مين هم التارجت بوبوليشن او سبجكت اندر ستدي اللي هم البروفايدرز او هيلث كير بروفايدرز اللي نقصد فيها الاطباء والتمريض اللي بيشتغلوا في الرعايه الاوليه. طبعا نفس الشيء هنا رحنا عليهم على حوالي 49 مركز. طبعا للعلم احنا 49 ما خلصناها في نفس اليوم عشان نقول one point of time. مثلا اليوم خلصنا مركزين، بكرة خلصنا ثلاثة، بعده خلصنا أربعة. المهم اللي بنخلصه المركز ما بنرجع له تاني. بنخلص من المركز بنجمع داتا من التمريض والأطباء اللي فيه العاملين اللي فيه ما بنرجع لهم تاني، فبننتقل إلى مراكز أخرى. هذه بنسميها cross-sectional study. هذه كمان دراسة اشتغلنا فيها. Attitudes of Palestinian healthcare work professionals in Gaza to clinical practice guidelines for diagnosis and treatment of diabetes mellitus. هي نفس الدراسة بس نعملت منها أكثر من مقال. لاحظوا in methods cross-sectional design. طيب the cross-sectional design أو study إلها ما لها وعليها ما عليها. أهم حاجة أهم weakness إلها it is not useful for rare phenomena at all. قلنا rare phenomena أفضل حاجة خاص إذا كان يتعلق مثلا في patients أفضل شيء اللي هي case study. ماشي الحال. الweakness تاعتها إنها ما بتحقق لي causal link أو causal relationship. هي فقط بتحدد لي associative أو association between variables. ممكن أعمل برضو قلنا شوف distribution of diseases. من الاسترينج تاعتها انها صحيح طبعا fast inexpensive ما فيش فيها follow up بتاتا. قلنا ليش قلنا انا بس انا بجمع لي مرة واحدة ما في اكتر من مرة بجمع الداتا ما فيها follow up at all. من الاسترينج تاعتها انا بتحدد ممكن تحدد لي بسموها مش 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 causal factors ولكن بنسميها predictors. يعني أي دراسة بدها تحدد predictors أو بسموها محددات حدوث مثلا outcome هذا الفلاني عن طريق cross sectional study ممكن، لكن لا تحدد ال cause بتاتا. ال cause is not determined by cross sectional study at all. احنا حنقفل عند هان ان شاء الله نكمل في تسجيل القادم. يعطيكم ألف عافية، نلتقي قريب.